يلا نبدأ بالأورال هيستولوجي بأول لكتشر اللي هو حيشرح لنا development of the tooth and its development of the tooth of the tooth and its supporting tissue. هسا رح نجي عليها واحدة واحدة. باو أول شيء أول لكتشرين رح يشرح لنا فتشي شان نقدر نقول مبسط عن التوث ديفلوبمنت، وراها راح يبدي جزء جزء مثلا الدنتين شلون يتكون، لكتشر الانامل شلون يتكون وهكذا يعني. فاول لكتشر يعني شلون نقدر نقول هي انترودكشن عن تكوين الاسنان، عن الديفلوبمنت اوف ذا توث. انا لازم اعرف هو شنو الهيستولوجي، هو علم او هو فرع من فروع علم الأنسجة، بس شنو هذا؟ مو جنرال هيستولوجي، لا يتخصص لي فقط بالأورال كافيتي، يعني فقط يتخصص لي بالأسنان، بنمو الأسنان والأنسجة المحيطة به، يعني الأنسجة اللي تحيط بالأسنان هو مسؤول عنه. من هو الأورال هيستولوجي؟ بحيث هو دي يقول لك this discuss the histologic aspect of tooth development and the coming together of the different tissue من الأنسجة المختلفة that form the tooth. يعني كل شيء بجسمنا يتكون من تجمع من الخلايا، وهاي تجمع من الخلايا راح تكون لي أنسجة، وبعدين راح تكون لي الشيء اللي أنا أريده، فهاي الأنسجة المختلفة راح تتجمع مع بعض وتكون لنا التوث and its surrounding tissue والأنسجة المحيطة به. زين هاي نقطة انسوها خلاص، حطوا بالكم وياي، اي شيء يتكون بجسم الانسان لازم هو يسوي لي فالتحفيز، يقول لي يابا مثلا اني راح تتكون عندي الاستومك المعده، هاي الاستومك قبل ما تتكون تعطيني فد اشاره او تحفيز، تقول له تقول يابا يلا كونوني، يلا ابداوا بتكويني. نفس الحاله مع الاسنان، الاسنان قبل ما تتكون تنطي فد إشارة فد تحفيز، تقول يلا كونوني. هاي الإشارة من تجينا؟ راح تجينا من الأورال إبيثيليام. هذا الأورال إبيثيليام اللي هو أول شيء قبل كل شيء، إحنا الجسم الإنسان يتكون من ثلاث طبقات، إكتوديرم ميزوديرم إندوديرم. تهينا من عدد تتذكرون من قلت لكم آني بال جسم الإنسان أكو فتحت، يعني فتحة من الفتحات قلنا أنه هي الأورال أرتيفايس اللي هي الأورال كافيتي. هو هذا الأورال هيستولوجي راح يختص بتكوين هاي الفتحة اللي هي الأورال كافيتي. فهاي الأورال كافيتي مين راح تتكون عندي؟ من الأورال إبيثيليام. ليش الأورال إبيثيليام هو منو؟ هو من طبقات الإكتوديرم، يعني الأورال كافيتي أورال أرتيفايس فتحة الفم موجودة في منطقة الإكتوديرم، فبالتالي هي راح تتكون لي من الأورال إبيثيليام. أورال إبيثيليام، هذا الأورال إبيثيليام هو بمثابة إكتوديرم. هذا الأورال إبيثيليام راح ينقل لي فالجينات او يوصف لي يعني تعابير الجينات اللي هي ترانسكريبشن فاكتورز LHX6 و LHX7 جينز موجودة بالنيورال كريست سيل. هاي النيورال كريست سيل فتخلايا موجودة ضمن الكرانيال ريجين في منطقة الجمجمة، في منطقة الرأس نقدر نقول. هاي النيورال كريست سيل هي ايضا هي يعني هي وحده تتصل باللخ. الاورال ابيثيليام راح ينقل لي جينات للنيورال كريستال. هاي النيورال كريستال هي مسؤوله عن تكوين كل شيء احنا نريده، يعني نقدر نقول هي شو هي يعني اعصاب، هي احنا من جينا الاعاده جينا من البراين. زين هاي النيورال كريستال راح تجيني درايفز، راح تنطيني او تجيب لي يعني هذا الاكتوميزون كايم. اجتي من هاي الاكتوميزون كايم؟ من النيورال كريست سيلز. ان هي الاكتوميزون كايم عبارة عن شنو؟ عبارة عن اكتوديرم بلس ميزوديرم من الفيرست برانكيال ارتش. زين
هذا الحكي كله التحفيز والمدري شنو واللي صار يعني صار بداي ناين باليوم التاسع من الحمل من الجستيشن. افتهمنا هاي الخطوة لو لا افتهمناها؟ عيدها عادة متكرر ثاني. السيجنالك موليكيول اوريجينيتنج فروم دي اورال ابيثيليام اللي هو الاكتوديرم of the first branchial arch results in the expression of both of transcription factors اللي هي LH6 و LH7 genes موجودة بالنيورال كريست سيل. هاي النيورال كريست سيل راح تنطيني اكتوميزونكايم. هذا الاكتوميزونكايم راح يحيط لي بالأسنان، راح يحيطني منطقة يعني هو مو عندي، تخيلوها أنا مثلاً هاي عندي هذا اللي هو الأورال إبيثيليوم، هنا أنا بحساب راح يتكون للسن وما أدري شنو. تخيلوها هاي الأشياءات اللي هنا هي عبارة عن إكتوميزون كايم. وصلت وصلت. أيضاً بالأورال بورشن كنا وين هاي الـ يعني فترة اللي تصير بها هاي الأشياء كلها بالداي ناين. زين أهمي أنا راح تجيني فد نقطة تحفيزية أخرى اللي هي شنو هاي النقطة التحفيزية؟ عبارة عن أول إشارة نسيجية. نسيجية يعني histological indication، يعني أول إشارة نسيجية، أول تكوين نسيجي للأسنان نقدر نقولها. يعني بيا وقت تجيني باليوم الدعش من الجستيشن من الحمل. زين شنو هي هاي الإشارة التحفيزية الأرليست هيستولوجيكال إنديكيشن؟ عبارة عن إنه يصير لي تحفيز بهاي المنطقة، يصير لي تحفيز بهاي المنطقة إنه هاي تبدي تزداد وتتكاثر أكثر، proliferation يصير بها بحيث تصير بها thicken، يعني thicken تصير سميكة، thickening of epithelium. اللي هاي شنية هي باعوا هاي مثل الأساس، تشوفون هي الأساس اللي يتكون من عدها السن، فهي راح تكون الأساس اللي راح يصير بها tooth formation، تكوين الأسنان. وين يصير tooth formation؟ يصير بالoral surface of the first branchial arch. هاي النقطة كل السهلة، فإن فهمت هاي النقطة the earliest histological indication of tooth development تش وقت يصير باليوم الدعش من الحمل which is marked by a thickening of the epithelium where tooth formation will occur on the oral surface when من the first branchial arch. انتهينا من هاي النقطة، انتهينا من هاي النقطة، نعبر على اللخ. باعوا انتهينا من يوم التاسع واليوم الدعش، راح نجي باليوم 37. ايش راح يصير لي باليوم 37؟ باليوم 37 اول شيء احنا قلنا 9 صير اشارة تحفيزية، 11 يصير عندي thickening بالإبيثيليام. هاي الثيكنينج بالإبيثيليام راح يعني شلون تتجمع مع بعضها البعض بحيث تكون لي باند مثل شريط يسموه من الطبقة الظهارية السميكة اللي هي the thickening of the epithelium tissue. وين تتكون لي هاي؟ يعني هي وين تصير لي مكانها؟ قبل عن سنوني تصير بس بالأبر جو؟ لا، باللور جو هم يعني. فإذا هاي الباند اللي حصير عندي من the thickening epithelium حصير بالأبر جو واللور جو بس الافتراضيين، يعني هي بعدها ما تتكون، احنا نفترض. زين هاي البانز يسموها مثل الهورس شو شيب، يعني مثل حدوة الحصان اللي هذا اللي يتلبس بالرجل مالته. زين مثل هذا الشكل، لان هي تصير على شكل فك يعني. زين بعد شنو
هاي المجامع اللي تشكلت مالتنا راح تكون متوافقة مثل ما دا أقول لكم، دا تشوفون شكلها إيش، راح تكون متوافقة ويا الجو الأبر واللور، ويا الدنتال، ويا الفيوتشر دنتال أرتس مال الأبر واللور جو. زين زين، هاي باليوم 37، أوكي هي باليوم 11 يسموها thickening of the epithelium. زين باليوم 37 شي يسموها، يسموها هاي الباند اللي تكونت يسموها primary epithelial band. هاي primary epithelial band اللي تكونت عندي بالأبر جو واللور جو، بس تخيلوها شوية وياي، هنا أنا عندي primary epithelium، طلعت لي ستون وما أدري شنو، هذا بالأبر جو. عندي باللور جو همينة نفس الشيء، همينة تكونت لي هاي primary epithelial band، وهمينة تكونتني أسنان، وهنا أنا oral cavity. يعني تخيلوها وياي، هاي البرايمري ابيثيريال باند راح تنطيني شلون اقول لكم تقسيمتين، جزئين، جزء هاي الجزئين اللي هي وين تنمو عندي ان ذا اندرلاينج ميزونكايم بمساعده منو يساعد تكوينها، يساعد تكوينها النيورال كريست سيل. نوعين عندي، يعني تقسيمتين عندي، الدنتال لامينا والفيستيبولار لامينا. زين الدنتال لامينا نقدر نقول هي اللي من عندها حيتكون السن، وبعدين حتصير لي بادي ستيج وكب ستيج وبيل ستيج وهالامور. يعني الفيستيبولار لامينا المكان، يعني ما بقى احد مشرح اللي هي فيستيبولار لامينا، او اني همين قلت لكم اياها، اللي هي المكان اللي يصير عندي بين العظم اللي عليها الاسنان الالفيولار بروسيس، وبين الميوكوس تيشو اللي موجود بالبوكال، وال يعني بال نقدر نقول بال هذا شو اسمه نسيت، الخدود التشيكس والهذا واللبس الشفة، ماشي. زين هسه راح نجي نشرح الدنتال لامينا والفيستيبولار لامينا. دنتال دقيقة، خلي شوي نسوي ريفرش لهاي المعلومات. after about 37 days of development a continuous band of thickened gonna thickened epithelium اللي هي تكونت بال11 day راح تصير عندي على شكل band form around the mouth and the presumptive upper and lower jaw بالأبر واللور جو الافتراضية. زين نقطة، these bands are roughly قلنا تشبه هي horse show shape، تشبه هذا الشكل. ليش تشبه هذا الشكل؟ and correspond in position to the future dental arch of the upper and lower jaw، عن مود تكون متوالمة ومتوافقة مع الأبر واللور جو، عن يعني هو أصلاً اللور الأبر يكون هيك واللور جو يكون هيك، فيعني عن مود تكون متناسقة ويا. زين هذا الشكل شنو يشبهنا بالhorse show shape. زين each band، كل band من هاي الباندات شنو اسمها epithelial called the primary epithelial band. هاي ال primary epithelial band ايش تنطيني two subdivision، شن وين تكون هاي two subdivision which in grow in the underlying mesenchyme. يعني هي لازم أكفد عوامل مساعدة إلها، شنو هي اللي تساعدها؟ colonized by the neural crest cell. زين نيجي راح نشرح النوعين، هاي النوعين، أول اسم من عدها اللي هو dental lamina، والاسم الثاني من عدها اللي هو يعني هي subdivision two subdivision اللي هي vestibular lamina. شلون حتكون هاي؟ بس شوية تخيلوا وياي، هاي الابيثيليال، هاي الابيثيليال راح يتكون لي هاي الدنتال لامينا، راح تتكون لي هاي اسمها دنتال لامينا. الى الامام من عندها فرونت اوف دنتال لامينا راح يتكون عندي ال فيستيبولار
لامينة اللي هي الفيستيبولا الأورال فيستيبول. زين يعني أعتقد كلش وضحت هنا. أنا راح أصير عندي الابيثيلال تتكون عندي والثكنند والباند وهالأمور يعني هاي. بس أنا يعني دا أرسم لكم إياها مو بالضبط يعني, بس دا أتخيل وياكم, ترى أنا دا أقرأ وياكم يعني من دا نتخيل سوية. وبع هو الأورال هيستولوجي هي شيء قري بالتخيل. إحنا نسوي لنا فد إيماجينري إيمج يعني نتخيل شلون دا تصير الفكرة. يعني إحنا مو علماء وهاي, لا إحنا طلاب حال من حالكم, فأتخيل الفكرة شلون دا تصير. الدنتال لامينة شلون حتتكون؟ هي حتتكون لي first يعني at first which forms first on the anterior aspect of the dental lamina إلى الأمام. يعني نقدر نقول من الجانب الأمامي من الصفيحة عدني بها يعني شون properties بها ميستين. أول شيء هي راح تستمر بالنمو, يعني مو مثلا تتكون لي وها هي تسكت, لا تستمر لي بالنمو على مود تنمو عندي الهاي التوث. هي يعني توقف بالنمو إلى أن يتكون عندي سن العقل. زين بالسنة السادسة يمكن يتوقف نموها هيك أتذكر قالت الدكتورة. المهم continued and localized proliferative activity leads to the formation of a series of epithelial outgrowth. يعني شنو؟ راح تكون يعني هاي الدنتال لامينا راح يصير بها proliferative تكاثر وتتنشط وتتكون على مود تكون لي فد سلسلة من الابيثيلال outgrowth يحيط بيها شلون يقدر يساعدها يحميها into the mesenchyme بالميزونكايم at size corresponding to the position of the future deciduous بالمكان المقابل للفيوتشر deciduous teeth. لأن هي هاي الدنتال لامينا حتنطيني مقابل حتنطيني رأسا أسنان دائمية permanent teeth, لا راح تنطيني deciduous teeth. زين هاي باعوني حالي أختار لكم ألوان شوية. هاي الدنتال لامينا مو قلنا هاي الدنتال لامينا داير مدايرها يعني هي هنا كل هذا اكتوميزون كايم, كل هذا باللون البنفسجي يسموه اكتوميزون كايم. الاكتوميزون كايم سيلز اكيوميليت اراوند ذا هاي نعدلها اكيوميليت اراوند ذا اوت ذيس اوت جروث. يعني حي شلون نقدر نقول يتكاثر ويتجمع حول هاي الـ outgrowth اللي صنعتها الدنتال لامينا forms this point from this point tooth development to proceed in it. من هاي النقطة راح تبدي الدنتال لامينا تمر لي بثلاث stages اللي هي البد stage والكب stage والبيل stage. وين هاي تتفرع؟ تتفرع بالإكتوميزونكاين. وصلت؟ أعتقد وصلت يعني. احط لكم باللون الاخضر راح احط لكم هذا الفيستيبولار لامينا انا مو نشرح عنه بهذا اللون وما تخربطون. فيستيبولار لامينا شلون حيتكون؟ باو هو مو صاير الى الامام من عنده الى الامام من الدنتال لامينا, اذن هو راح يصير امام الدنتال لامينا حيتكون. زين شلون راح يتكون؟ which forms shortly afterward and is positioned just in front of dental lamina labial and vocal. هو راح يتكون لي بعد فتره قصيره من تكون الدنتال لامينا. يعني تتكون عندي الدنتال لامينا شوي هنا هذا الفيستيبولار لامينا ينتظر كم ينتظر يعني شوينا وراها يتتكون وراها يتكون. يعني وين الموقع مالت البوزيشن؟ in front of the dental lamina. يعني الموقع مالت in front of the dental lamina labial للليب وبوكال للتشيك. ماشي ماشي. the vestibule form as a result of the proliferation of the vestibular lamina. عندي خلايا اسمها
هو هاي هذا اللي باللون الأخضر هو فيستبيول. شلون راح يتكون عندي الفيستبيول؟ من خلايا. شلون قلت لكم اني الدنتال لامينا هو عبارة راح يتكون من الابيثيريال؟ هذا الفيستبيول عبارة عن اكو خلايا اسمها فيستبيولار لامينا. هاي الفيستبيولار لامينا يصير عندي بيها بروليفريشن. بروليفريشن يعني تكاثر يعني تنمو وتتنشط وكذا. وين تتنشط؟ بالإكتوميزون كايم. أنا مو قايل هنا تتكون، يعني هاي بالإكتوميزون كايم. بالإكتوميزون كايم زين. soon after formation قلنا بعد ما تتكون عندي dental lamina زين. The cells of vestibular lamina rapidly enlarge. طبعا بعد عندي تنحل هاي بعد حتتكون هي حتتكون لي الفيستبيول، فليش تبقى هي؟ فتنحل. And then degenerates to form. يعني من تنحل لي شد تتكون لي hollow or cleft، شق أو يعني هو بس تحسسوا لي المكان بين سنونكم والشفة وبين سنونكم والتشيكس، تشوفوا لي هذا الشق اللي هيك صاير في التجويف اللي جوا، هو هذا الفيستبيول، هو عبارة عن cleft. And forms راح يكون عندي oral vestibule. Oral vestibule between مين الالفيولار portion اللي هو الأساس أو العظام اللي حتكون العظم اللي حتكون عليه الأسنان of the jaw اللي هو tooth bearing area اللي هو الالفيولار portion and the lips and cheeks وبين يعني بين الالفيولار portion واللبس من جهة الليبيال وبين الالفيولار portion والcheeks من جهة ال هذا البوكال. اكو فد مصطلح اخر للاورال فيستيبيول الا وهو الليب فيورو. ناني شوي صارت الليب فيورو باند. هذا مصطلح اخر المن للفيستيبيول للاورال فيستيبيول، يعني مصطلح اخر له اورال فيستيبيول lip fuero band. مصطلح اخر للالفيولار portion اللي هو tooth bearing area. بس اهم شيء اريدكم تعرفون الاورال فيستيبيول مصطلح اخر له اللي هو lip fuero band. هذا الرسم هو تلخيص لكل الحكي اللي حكيته. ماشي، انهي الفيديو هنا.